سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. النهاردة بصلي أن الرب يمنحنا فهم وتعاطف ونعمة لنرى مقاصد الله الأعمق ومحبته لينا حتى في وسط الشرور اللي هنتكلم عنها واللي بتملأ هذا العالم اليوم. حلقتنا النهاردة بعنوان حريق مخيم شارية. مخيم شارية في دهوك للنازحين الأزيديين كما يسموه. أنا عندي مشكلة مع كلمة النازحين الأزيديين أو المهجرين الأزيديين أو اللاجئين الأزيديين، لأنهم كانوا يعني الحقيقة طردوا وطردوا وقتلوا، فيعني هربوا من الموت، فمش عارفة يعني لا يصلح حتى إن احنا نسميهم نازحين، دول لم ينزحوا بإرادتهم أبدا. أولا النهاردة عندي ضيفين، ضيف وضيفة متميزين جدا. خليني أولا أعرفكم على ضيوفي وأقول لكم إنهم مثل لشباب الأزيديين اللي يعني فاقوا في نجاحهم وصلابتهم ووقوفهم مع أهلهم وشعبهم. يعني الكتير من يعني الواحد يقعد سنين على بال ما يحقق اللي هو حققه، اللي هم حققوه في هذه الظروف الصعبة، ودي حاجة مهمة قوي لازم تبان النهاردة وإحنا بنتكلم معهم. أولا معايا على الهاتف الدكتورة أميرة عطو، وهي صحفية وناشطة معروفة في حقوق الإنسان ومتميزة جدا في مجالها لمساعدة أهلها من اليزيديين، وحاصلة على شهادات تقدير وأوسمة من جهات حكومية ومؤسسات عديدة دولية ومحلية منحتها ألقاب كثيرة كسفيرة للسلام، ويعني دكتوراه فخرية من أكاديمية السلام في ألمانيا، ويعني حقيقة العديد والكثير من الإنجازات اللي حققتها هذه الشابة الصغيرة السن الكبيرة المقام في خدمة وطنها وأهلها. دكتورة أميرة، أنا بتشرف أنك تكوني معانا النهاردة، مرحبا بك. مرحبا ست، مساء الخير، شكرا لك ست لأنك اليوم أشكرك. يمكن الصوت راح شوية لكن أنا بشكرك. خليني بقى أرحب بضيفي وصديق البرنامج وصديقي الإعلامي الأستاذ عيسى سعدو، وهو أيضا ناشط حقوقي متميز جدا، له حوارات على منابر كثيرة وصوت واضح جدا ومتميز بذكائه ويعني حرفيته فيما يقدم لأهله. أيضا هو يعني ضيف في برامج كثيرة في قنوات معروفة في العالم العربي وفي العالم الغربي. وأنا سعيدة قوي أستاذ عيسى أنك تكون معانا مرة تانية تقدم صوت أهلك ونتكلم على الموقف كما هو اليوم في مخيمات الأزيديين. مرحبا بك. مرحبا بك ست أماني، مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام. حقيقة يعني أشكرك على هذه المقدمة الطيبة، وأتشرف أن أكون مع حضرتك مرة أخرى بعد أن كان لقاءنا يعني قبل عامين أعتقد من الآن. نعم. وإن شاء الله اليوم حاضرين أيضا للحديث وتوضيح الكثير من الحقائق وتسليط الضوء مرة أخرى على الإبادة الأزيدية وما رافقتها من مآسي ومعاناة كثيرة. نعم. طيب أنا شاكرة جدا الدكتورة أميرة والأستاذ عيسى، ليكم المجال مفتوح، إحنا هنقدم بعض الأصوات الأخرى من خلال فيديوهات أو تسجيلات صوتية للناس اللي تواصلوا معايا مباشرة النهاردة، ورسالة مهمة جدا من داخل المخيم المحترق والألام اللي بيمروا بها الناس دي الآن اليوم في هذه اللحظة. ولكن المنبر مفتوح ليكم، تقدموا خبراتكم الشخصية، تقدموا أصوات أهلكم وتقولوا لنا المعاناة، ولكن أيضا تقولوا لنا النجاحات وتقولوا لنا إزاي نقدر نساعد. خليني يعني أقدم مقدمة صغيرة كده، أنه في 7 سنوات الماضية تصدرت مأساة الشعب الأزيدي الصحف وكل المنصات الإعلامية الموجودة.
لما داعش حل على مساكنهم الآمنة السعيدة الهادئة في السنجار ليحول هدوء الحياة هناك إلى يعني مأساة. العالم كان بيشاهد هذه المأساة في رعب وأسى وعدم تصديق إنه ده ممكن يحصل النهاردة، إبادة جماعية، سبي وقتل ونهب ومقابر يدفن فيها مئات الناس. كانوا يعني نهب كل ما يمتلكوه إنسانيا وماديا. يعني الحياة بقت صعبة جدا بالنسبة لهم. شعب بأكمله تشتت وما زالوا لحد النهاردة بين مختطفات ومفقودين ولاجئين في دول العالم أو في مخيمات تجمعهم داخل العراق الآن. معظمهم لا يستطيع العودة إلى بيوتهم. ومخيم شارية بالذات اللي احنا شايفينه، يعني كويس انكم شايفين الصورة اللي قدامكم دي، ده الحريق اللي حصل، لكن انظروا إلى يعني بيوت الناس دي. هو ده البيت، هو ده كل اللي حلتهم، هو ده كل اللي يمتلكوه، شوية خشب أو يعني خيم من البلاستيك لا تحمي من برد الشتاء ولا من حر الصيف، ولا آلام كثيرة جدا بيعيشوها يوميا. وطبعا الخيمة دي بتشيل يعني 20 30 شخص على الأقل. يعني في المخيم ده في آلاف منهم. في الأسبوع الماضي حصل الحريق اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، ونشكر الله إن الحريق ده حصل في وسط النهار، ما كان يعني بالنهار، وإلا لو كان بالليل والناس نايمة كان يبقى في خسائر في الأرواح كمان بشكل كبير. الكارثة دي التهمت مئات من الخيام، على الأقل 450، وحرفيا، وأنا بقول حرفيا، كل ما يمتلكوه في الحياة هؤلاء البشر، كل ما يمتلكوه في الحياة، كل اللي حيلتهم كان داخل هذه الخيام. يعني إذا كانوا بيطلعوا يشتغلوا شوية علشان يجيبوا قرشين يشتروا بيهم أكل ولا لبس ولا أي حاجة، كل الناس دي خرجت بهدومها أو بجلدها. الأطفال ما عندهمش حفاضات، ما عندهمش لبس، ما عندهمش لبن، يعني كل ما كان في حياة الناس دي للمرة التانية بيفقدوه. النهاردة إحنا عايزين نفتح المجال إنكم تسمعوا القصة من ألسنتهم والمعضلة من يعني الأستاذ عيسى والدكتورة أميرة والمشاكل اللي بيواجهها هذا المجتمع. ممكن يعني أدي لحضراتكم تعليق لدقيقة أو دقيقتين على الأمر عام كده، وبعدين أنا حابة إن إحنا يعني احتراماً للمأساة اللي واجهها هذا الشعب، ما يمثل هذا الشعب الآن هم الناجيات أو المختطفات اللي لسه انتوا لم تصمتوا في البحث عنهم، فبعد كده هنسمع خبرة ناجية. أستاذة أميرة، أحب أسمع منك الأول تعليقك على ما حدث. نعم ست أماني، هو موضوع الحريق في مخيم شارية. هذه المخيمات تم إنشاؤها لمدة أشهر محدودة، ولكن للأسف اليوم نحن في السنة الثامنة في هذه المخيمات. لا توجد أي وسيلة أمانة وما صارت في مخيم شادي. من المحتمل أن يحصل في أي مخيم أو في بقية المخيمات. وضعهم جدا صعب في الصيف الحر الشديد وفي الشتاء البرد القارس. هذه المخيمات أثرت سلبيا على أطباع وسلوكيات المجتمع، مما أصبحت الحياة والأرواح رخيصة من الصعوبة متطلبات الحياة البسيطة، ومما تحصل حالات الانتحار والتربية والثقافة. لهذا يجب أن يتم معالجة المخيمات. أما أن يعطي الصلاحيات إلى أصحاب المخيمات ببناء منازل مو بلوك حتى يأمن العائلة من الكوارث وأما يرجعهم إلى مناطقهم، ويتم سرد القوات الفتكة والحشد الشعبي، ويتم تشكيل قوات من شباب المخيمات من أهالي سنجار وهم يدافعون عن سنجار، يعني يؤمنوا مناطق.
خليني أسألك، هو دكتورة أميرة حضرتك عايشة في المخيمات أيضا؟ نعم، يعني هاي 8 سنوات عايشة بالمخيمات مع النازحين، يعني 8 سنوات نحتمل يعني البرد، والبصيف حار، يعني الواحد يلا يحمل روحه، يعني المعيشة يعني جدا جدا صعبة. حتى لو واحد كان يعني عايش مكانه ما كان راح يتحمل، طبعا وإحنا عايشين بين النازحين، يعني طبعا نعرف كل شخص يعني شنو يحس، شباب المراهقين، النساء، الشباب، طلاب المدارس يقرون بالمخيمات يم الشمس، يقرون بس حتى يروحون ينجحون ويوظفون، يعني يطلعون نفسهم من هاي المخيمات ومن هاي الحياة الصعبة جدا. والحقيقة انه حتى يعني بالرغم من ده انت عاملة مشروع رائع جدا، المكتبة اللي انت قايمة بيها، وهسألك بعد شوية تكلمينا عن المكتبة دي، واذا كان الناس تقدر تساعد تبعت لك كتب او شيء من هذا القبيل. خليني اسمع تعليق الاستاذ عيسى على الامر ايضا. تفضل استاذ عيسى. نعم، حقيقة ست أماني، الصور التي عرضت يعني هي مأساة حقيقية. طبعا هي دليل على أنه يعني الإبادة الجماعية على الأيزيديين مستمرة، يعني الإبادة الجماعية لم تتوقف بظلم داعش لهم، وإنما يعني بتركهم في المخيمات. هذا حال الأيزيديين يعني منذ 7 سنوات. طبعا هذا الذي حصل في كل المخيمات، في 15 مخيم يسكن فيه الأيزيديين. في هذا المخيم نفسه حصلت يعني عدة حالات، راح ضحيتها طبعا يعني العديد من الأساكن في هذه المخيمات. يعني نحن نحمد الله انه لم تكن هناك خسائر للبشريه، ولكن اخر حادثه يعني كانت في بدايه هذا العام الحالي، وراح ضحيتها يعني 3 افراد من عائله واحده. فاذا يعني الحياه في المخيمات حقيقه صعبه، ويعني من الممكن ان في اي لحظه ان تحترق عليك خيمتك، ويعني تخسر كل ما شيء، وحتى نفسك يعني اللي لم تكن يعني الحقيقة يعني الحوادث بتحصل في العالم كله، بس النهاردة لما نقول إنه راح 3 عائلات من عائلة واحدة من الأزيديين، معظمكم اوريدي خسرتم الكثير من أقاربكم، إخواتكم، آبائكم، أمهاتكم. أنا عارفة إنه حضرتك كمان خسرت ناس من أهلك، فيعني أما تقول كمان خسروا 3 في حريق علشان مش غير مؤمن ليهم مكان محترم يعيشوا فيه، يعني الحقيقة الأمر يعني أكثر سوادا. حقيقة يعني ست أماني، هذه ليست حوادث، يعني الحادث قضاء وقدر، ولكن هؤلاء ليس قدرهم يعني أن يكونوا في المخيمات. يعني لا، المفترض أن يتم يعني حتى وإن كانوا فيها، المفترض يعني أن يتم تأمينها. هل تعرفين حضرتك في 400 خيمة تحترق، كم الوقت اللازم لأن تحترق كل هذه الخيم، ولا توجد يعني إطفاء، ولا توجد يعني إجراءات احترازية، وهناك إسعاف واحد مخصص لهذا المخيم كله واللي 4000 خيمة، وهذا الإسعاف نفسه معطل، يعني الإسعاف المخصص لهذه الحالات معطل. فإذا يعني المسألة يعني لا تتعلق بأنه بكونه حادث، وإنما يعني هناك تقصير، هناك تعمد، هناك إذن يعني هناك تقصير ظلم. من الدولة نفسها، وأيضا يجب أن احنا يعني الأمر يرتفع إلى الأمم المتحدة يعني المنظمات الحقوقية الإنسانية لازم يتدخلوا في هذا الأمر. يعني الحقيقة في الصور اللي شفتها أنا لم أرى يعني سيارة إطفاء واحدة بصراحة، يعني لحد النهاردة أنا لم أرى. أكيد كان في، بس يعني في كانت عطلة ست أماني، حريق. نعم، كانت باب المخيم معاطلة، سيارة الإطفاء كانت في باب المخيم معاطلة، لم تتحرك من مكانها، كانت بعيدة جدا. نعم، يعني مع الأسف احنا بنتكلم عن 1500 شخص في هذا المخيم فقط الآن، بلا مأوى وبلا مورد رزق وبلا شيء، يعني حقيقة بلا شيء، بهدومهم الهدمة اللي عليهم، وإذا كانت إذا كنت لحقت تلبس الجزمة أو لأ. يعني الأمر مش مضحك، الأمر فيه يعني مأساوي جدا. أنا عايزة أقدم لكم صوت من المخيم ده، هي قصة ناجية، الناجية سراب.
هي يعني الحقيقة عبرت عن مأساتها من البداية إلى يوم حريق المخيم، فخلينا نستمع ونعلق بعد كده. مساء الخير، كيفك ست؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير ست. أنا اسمي سراب نايف عيسى، أني ناجية يزيدية، مواليد 1/9/2002. القصة اللي انأسرت فيها ب3/8/2014، يعني كلكم تعرفون الإبادة الجماعية اللي صارت فينا. كنا أنا وإخواتي وبيت عمتي وأهلي في طريق جبل لكي نهرب ونخلص من الداعش. طلعنا للجبل وكنا بالجبل وكنا بالسيارة يعني كبيرة شوي، أنا وخواتي. الداعش قطعهم الطريق علينا، لما قطعهم الطريق علينا مسكونا. بعد ما مسكونا وهيك أخذونا أنا وأهلي وأخواتي. أهلي أنقذوا منهم يعني بنفس اليوم، ولكن بقينا أسيرين أنا وأخواتي الاثنين. السؤال الثالث اللي سألتي بالنسبة للأسر، الأسر كان صعب كتير، بيعتبر أنه أنا كنت طفلة وقتها، طفلة عمري 12 سنة كنت يعني، وكان كتير صعب علي. يعني واجهت مآساة أكبر من عمري، واجهت شيء أكبر من حياتي. يعني كانت الحياة صعبة كتير، أنه كانوا يحولونا من مكان لمكان، كنا سبايا بيع وشراء. يعني كانت الأمور صعبة والوضع صعب كتير هناك. أما أنه أنا يعني كان عمري 12 سنة، يعني رحت لعند 5 6، من 1 لـ1 ومن بيع لبيع، من مكان لمكان. أنا رجعت 4/7/2019، رجعت أوكي يعني أنا يعني اشتروني شراء. كنت عند واحد مسكوه هيك، وبعد ما مسكوه اعترف بي، وبعد ما اعترفوا هيك يعني اشتروني وجابوني. بالنسبة لأهل المفقودين، اي في كتير يعني، في ابن خالتي، في ناس اللي مفقودين لسه ما زال يعني مفقودين وما نعرف عنهم شي ابدا. انت سائلة السؤال الخامس، رسالة عن حريق المخيم. بصراحة ست يعني الحريق صعب جدا، كان حريق يعني كتير كبير. بالنسبة إلنا ولمجتمعنا يعتبر إنها إبادة جماعية، 300 خيمة، 400 خيمة، يعني ما لها شي سهل. نحن يعني الناس باعتباره إلهم يقولون يلا مجرد خيمة، ولكن بالنسبة إلنا بيت ومكان وأرض. يعني الخيمة اللي نحن نسكن فيها باعتبار إلنا قصر إن فيها. ليش؟ لأنه ما إلنا أي مكان ولا أي شيء نعود فيها، ولا إلنا مكان لا نروح عليه، فنحن إيش ماسكن حالنا في هالخيمة. والخيمة يعني كل يوم التانية تحترقها، يعني صعب جدا، هذه المآساة صعبة جدا. والحياة هنا عندنا خاصة على وضعنا نحن الناجيات، يعني بعد ما نعود من الأسرة اللي بقينا 5 سنين مأسورين، بعد ما نعود نرجع نقع بالمخيمات، كل يوم والتاني تجي المخيم تحترق هيك، يعني شي صعب جدا. الرسالة إلى المجتمع الدولي، يعني بصراحة شي اللي نتمناه من المجتمع الدولي، يعني نتمناه من كل عالم، أن يقوموا يعني يساووا عليهم، يقوموا بواجبهم، يساووا إلنا شي. ليش؟ لأنه خلصونا من هذه المعاناة المآساة. يعني من حقنا أن نعيش الحياة ونفرح ننبسط نشوف حياتنا، يعني من حقنا أن نشوف هذا الشيء. ولكن نحن مجتمع اليزيدي منذ 2014 وإلى الآن يعني مسيرنا ما نعرف إيش، ومآسات كبيرة. يعني كل يوم إبادة جماعية، كل يوم الإبادة تنعاد علينا من أول وجديد، وكأنه أول يوم نهرب فيها، وكأنه أول يوم تجي داعش. يعني المآسات كبيرة والمآساة صعبة كتير، والوضع هنا صعب جدا جدا صعب. هذا الشيء يعني نشوف كل هذا، ما زلت يعني أنا بالنسبة لي يعني عمري هسه 18 سنة، يعني أنا لساتني طفلة وما زلت أشوف كل هذا، فما بالك بالمجتمع الكامل اللي يشوف كل هذا. يعني المآساة صعبة، الحياة صعبة جدا. شي اللي نتمناه ودوما نتمنى ونطالب به أن يعطونا حقوقنا ويرجعونا، إن كنتم رايدين ترجعونا على أراضينا وديارنا ما عندنا مشكلة، ولكن أن نرجع بكرامة ونرجع بأمان، فهذا شرف إلنا أن نرجع إلى أراضينا يعني مكرمين معززين بأمان. هذا الشرف كتير كبير إلنا، ولكن بي كتير ناس يسألون ليش ما ترجعون إلى أراضيكم. أنا بالنسبة لي هسه أقول لك ليش ما أرجع إلى أراضي، يعني أنا من قرية، القرية كانت 37 بيت،
أكتر بيوتها طلعت إلى الدول، بعد ما طلعوا إلى الدول ببيوت منهم يعني مشترين بيوت غيرهم يعني بأمكان تانية لا يسكنون بيهم. يعني نحن الناس فقراء ما عندنا لا كي لا نشتري بيت ولا نرجع، إن رجعنا لقريتنا القرية مسكونة جنبنا يعني ناس ما نعرفهم يعني كتير، ما نعرف بأي دقيقة يجون ياخذونا يجيبونا يرجعوا يساووا فينا أول والتاني. يعني الحياة صعبة، ولكن إن عشنا إن رجعنا إلى أراضينا وديارينا معززين مكرمين بأمان فهذا شرف لنا. شكرا لك. أشكرك يا سراب، أنا عارفة أنك هتكوني بتسمعي، لكن الحقيقة أنه شهادة سراب عبرت يعني كسرت قلبي وأنا بسمع، وأنا متأكدة أنكم شفتوا تعبير عن تكرار كلمة إبادة دي، خلاص بقت في يعني حياتهم كلها، كل ما يأتي عليهم هو في شكل الإبادة، لأنه بيمحو كل معالم الحياة الكريمة اللي هم نفسهم يعيشوها ومن حقهم يعيشوها. طفلة 12 سنة وما زالت طفلة 18 سنة، مرت بكل ده في 6 سنين الأخيرة من عمرها، ونحن لا نعلم ما هو المستقبل، لكن أصلي أنه المستقبل يصنع بيديكم بأيديكم أنتم في القادم. أستاذة أميرة، تحبي تعلقي على سراب؟ نعم ست أماني، هو عندما سمعت صوت النادية حزنت جدا، لأن مو بس هاي القصة، يعني في هواية بنات مثلها يعيشون نفس الحالة. موضوع الناديات للأسف الشديد، موضوع الناديات لم يأخذ أهمية كبيرة من قبل الحكومة العراقية، على الرغم هو موضوع في غاية الأهمية. إن الناديات اليوم في وضع لا يحسد عليه أحد، الآن لم يقدم لهم أي دعم لا معنوي ولا مادي، وأغلبهم يعيشون في حالة صعبة ويصعب عليهم الحصول على أبسط متطلباتهم في الحياة البسيطة، وهذا يشكل أمرا سلبيا على وضع العائلي والنفسي لهذا الأمر. نرجو من جميع الجهات الداخلية والخارجية بأن تساهم في تقديم المساعدات المادية والمعنوية لهم بأسرع وقت ممكن، أو يتم تحديد راتب شهري أو توفير وظيفة من التأمين مستقبلهم. يعني الناس دي ما لهمش راتب شهري دخل من الحكومة بأي صورة من الصور؟ إيه، يقدم لهم دعم مادي راتب شهري. حاليا أنا أعرف هواية ناديات عندهم أطفال ما يقدرون يعيشون أطفالهم، هم ناديات جايين من عند داعش، من العذاب، من الاغتصاب، من القتل، من التجنيد. يعني يجون يقعدهم يعني بسهولة، يجون يقعدهم بالخيمة. هذا أسعد شيء لهم، يعني موت ثاني للناديات، يجون من الموت يدخلون مرة ثانية في داخل المخيم، يدخلون قطعة قماش ما يعرفون في أي ثانية وأي لحظة يعني روحهم راح تحترق داخل الخيمة. خليني أسألك يا دكتورة أميرة، يعني العاري لاحق المجتمع الدولي. نعم طبعا، حضرتك قلتي لي أنه أنت كمان في عيلتك، أنت لم تؤسري نشكر ربنا، لكن في عيلتك كم من الناس مفقودين أو كم من الناس أسروا في عيلتك؟ نعم، في بداية النزوح احنا كمان يعني هربنا من داعش، عندما دخلوا الى سنجار ومناطق الحول حوالي السنجار خطفوا وقتلوا واغتصبوا وهجروا وتجنيد الاطفال، ومارسوا بحقنا ابشع انواع التعامل اللا انسانية مثل التجارة بالبشر، منع النساء والفتيات والاطفال وبيعهم في سوق النحاسة واغتصابهم وتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم وتغيير أسماءهم بعدما تغيير دينهم، بالإضافة إلى تدمير مزارات ومعابد الإيزيدية وتغييرات أخرى في سنجار. بعد التحرير هناك صراعات بين الأحزاب في سنجار، ووجود ألغام في البيوت وانعدام
أعمار المناطق الإيزيدية المنكوبة بنسبة 87%، ووجود مقابر جماعية، وفقدان الأمن والأمان، وعدم وجود الخدمات المعيشية، وعدم وجود العدالة التي يجب تسبق السلاح والاستقرار، كلها تدفع فرد الإيزيدي بعدم التفكير الجدي التجديد في وطنهم. فترك البلد خلال سنوات 7-8 الماضية أكثر من 100,000 إيزيدي و55% إيزيدي يعيشون في المخيم تحت الظروف الحياة الصعبة. طيب خليني من الناديات. طيب خليني أنتقل للأستاذ عيسى يعلق على مقالته سراب. يعني أنت توقفت عند إيه؟ طبعا أنا متأكدة أنه في أمور كتيرة كانت شدت انتباهك، لكن إيه أكتر حاجة توقفت عندها من مقالته سراب؟ نعم حقيقة يعني أنا سجلت يعني بعض الملاحظات. يعني هي لسوء حظها أنه هربت، ولكن يعني تم إلقاء القبض عليها، يعني تم خطفها مرة ثانية. فيعني هي قالت في شهادتها أنها هربت. يعني هذا الشيء يعني من المؤسف أنه حصل. أنا أمامي يعني حصل، يعني للأسف يعني الذين يعني خرجوا من هذه المناطق بعدنا يعني ب10 دقائق هم لم يستطيعوا يعني أن ينجوا بأنفسهم. يعني لحسن الحظ نحن تمكنا من نجاة أنفسنا. فهذه يعني حقيقة مشابهة جدا إلى قصة هروبنا أنا شخصيا. أنت وعائلتك يعني نعم أنت وعائلتك نعم نعم صحيح أكيد. حقيقة يعني قصة اغتصابها وسبيها يعني وبيعها 5 مرات وهي طفلة، يعني هذه طبعا يفضح العقيدة التكفيرية التي مارسوها تجاه الأيزيديين. ويعني أنا لا أعلم لماذا فعلوا كل هذا. يعني هل الانتماء الديني للإنسان يعني يجب أن يعاقب عليه على هذا الشكل؟ هل إذا كنا هذا واقع في الدين الإسلامي أن المحارب له الحق في السبايا، وإحنا في القرن 21 بنرى هذه الآثار بعد 14 قرن موجودة أهي على الأرض، عشان ما حدش يقول لي ده مش من الإسلام. تفضل. حقيقة هذا شيء مؤسف بالتأكيد. يعني هذه عقيدة ويعني يؤمنون بها ولا زالوا يطبقونها طبعا. فيعني طفلة يتم بيعها وسبيها واغتصابها لمرات ومرات. هي قالت حاجة عن اشتروني شراء، ياريت توضح للمشاهدين ده يعني ايه، إن ازاي الناس اللي رجعوها اشتروها ازاي، هل في منظمات بتشتري البنات؟ نعم حقيقة يعني هي ذكرت انه تم بيعها وشراؤها بين الدواعش انفسهم يعني 5 مرات، ولكن بالنسبة الى بيعها او الى يعني رجوعها الى قصة رجوعها الى اهلها، طبعا هذه ايضا قصة يعني ان يتم يعني ان تدفع عائلتها الاف الدولارات. طبعا يعني هم يعني يطلبون مبالغ هائلة جدا. نعم اكيد يعني اكيد عن طريق وسطاء، ويعني نحن نعتبر ذلك يعني حتى اذا كان عن طريق الشراء. يعني الأيزيديون كانوا مستعدين ولا زالوا مستعدين يعني لشراء كل اطفالهم ونسائهم. ويعني طبعا. اكيد يعني هذه من خلال يعني يعني الذين يستغلون الظروف الحرب. تعرفين ست اماني في كل حرب هناك يعني تجار فيها، تجار الحروب. نعم. فهم موجودين في كل مكان. ولا يعني أنا أعتقد يعني في هذه النقطة رغم أنه سلبيات الذي فيها، ولكن يعني فيها إيجابية على الأقل، أنه نستطيع أنك تسترد حد من العيلة. نعم. نعم. يعني أفراد من عائلتنا إذا كنا نرجعها بالأموال، فيعني هذا الشيء يعني نتقبله. حقيقة يعني هي اختتمت شهادتها بعبارة حقيقة يعني جارحة جدا، وهي ولها معنى كبير جدا. يعني أن من حقنا أن نعيش ككل البشر حقيقة. يعني هذا شيء يعني أنا لا أعلم منظمات الحقوق الإنسان، ميثاق الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، يعني الناس المفترض أنه يعني حينما تعرض الإيزيديين إلى ما تعرضوا له يعني أن يمنعوا هذه الجرائم وأن يقفوا وقفة جادة مع الضحايا، الوقوف مع الإيزيديين وملف المختطفين ملف يعني دولي. لا زال عندنا أكثر من 2900 مختطف، ومن ضمنهم أفراد من عائلة سراب. هي قالت أنه لا زال لديها الكثير من المفقودين من عائلتها. فإذا يعني هذا الملف يحتاج حقيقة إلى وقفة دولية وإلى إرادة دولية
البحث عنهم. الأيزيديين وحدهم لا يستطيعوا، لأنه تم بيعهم في مناطق كثيرة من العراق، من سوريا، حتى وصلوا إلى تركيا، وصلوا إلى السعودية، إلى الإمارات، إلى دول خليجية أخرى. فإذا يعني كانت هنالك يعني مؤامرة كبيرة على الشعب الأيزيدي، كان يعني من قبل هذه المجتمعات المتطرفة. فبالتالي المجتمع الدولي يعني إذ لم يساند الأيزيديين، يعني هذه القصة ستبقى، وهذه المعاناة والمأساة ستبقى، وسنبقى نعاني منها، وهي بمثابة إبادة حقيقة. يعني أن يتم هذا العدد الهائل قياسا بعدد الأيزيديين الذين هم أقلية، أن يتم يعني قتل الآلاف وسبي الآلاف، ولدينا مقابر جماعية. فيعني يعني حقيقة يعني انتوا شعب مش عددكم كبير قوي كده، يعني علشان العالم كله ما يقدرش يعني يتعاون وينقذ الناس اللي لسه موجودين في مخيمات وكده. انا عايزه اتوقف عند الحته دي دقيقه، علشان عايزين نطلع صوت من المخيم نفسه بقى، لأنه مهم إن احنا نسمع أصواتهم ونشوف هم بيعملوا إيه كمان. يعني هم الناس اللي عايشين في المخيمات زي الدكتورة أميرة كده، هي عايشة في المخيمات ولكنها يعني صوت ليهم، بتشتغل مع منظمات دولية وبتعمل حاجة عملية تغير من طبيعة الحياة. الحقيقة إنه ده مش يعني انتوا مش منفردين بده، لكن الناس جوه المخيم بيعملوا كده كمان. تحدثت مع الأستاذ حاجي حميد ومجموعة من منظمة تولاي للإغاثة، هنشوف الصورة بتاعتها دلوقتي، والمنظمة دي برضو من داخل المخيم بتساعد الناس جوه المخيم، وهم اوريدي طلعوا وجابوا وطلبوا من العالم يتدخل وجابوا بعض الحاجات البسيطة اللي قدروا، يعني شوية مراتب، شوية لبن، شوية أكل، حاجات بسيطة كده جدا، ولكن الاحتياج كبير جدا. خلينا نسمع من إحدى العاملات في هذه المنظمة بتحكي لنا اللي هم شافوه واللي هم عايشينه. ولكن عايزه اقول لكم حاجه، ان كل اللي بتسمعوهم النهارده كل واحد منهم عنده 20 من اهله قتلوا او مفقودين او ماسورين، او يو 30 40، يعني ما فيش حد حتى ولو لم يؤسر هو الا لم يفقد، يعني لما فقد ناس من اهله. خلينا نشوف الفيديو. أني مهدية صالح، أشتغل بمنظمة تولاي للناجيات وذوي أهالي الضحايا، وأني أيضا من أهالي الضحايا. 27 فردا من عائلتي وقعوا بإيد داعش، ولحد الآن 4 منهم مفقودين، منهم رجال. فكلنا اللي نشتغل بمنظمة تولاي كلنا متطوعين ومن أهالي الضحايا وناجيات. فأتمنى من أي جهة خيرية وإنسانية بأن يساعدونا لنقدم شيئا لهذه الخيمات المحترقة والناس الفقراء الناجيات والضحايا. وباسمي وباسم الناجيات وأهالي الضحايا أطالب من الأمم المتحدة واليون بفتح المقابر الجماعية اللي هي 85، أكثر من 85 مقبرة جماعية، وبتعمير السنجال، وحل قضيتنا هي قضية جونيسايد. هي فعلا قضية إبادة، جينوسايد. اند يعني الحقيقة أنه البنات دول ومجموعة الشباب اللي كانوا الموجودين والأطفال كانوا خرجوا اليوم ده علشان يصوروا الموقف ليكم عشان تشوفوه، ولكن أيضا كانوا بينظفوا الأرض بأيديهم وبيحاولوا يرتبوا مكان عشان يعيدوا بناء المخيمات بقدر إمكانهم، والناس تلاقي مكان يتقوا فيه. 1500 شخص في العراء اليوم. خليني أرجع للأستاذة أميرة. أستاذة أميرة قالت إنه في مقابر جماعية وكده، لكن يعني لو قلنا إنه موضوع المقابر الجماعية ده هيكون حاجة ليكم أنتوا عايزينها لأمان قلوبكم، ولكن هناك أيضا يعني احتمالية رجوعكم بيتكم
بيوتكم الأصلية محفوفة بالمخاطر، لأنه دلوقتي حواليكم ناس من الدواعش موجودين. هل أنتم متأكدين أنه في فعلا دواعش موجودين، أم الأمر أنكم أصبحتم لا تأمنوا الجار المسلم اللي جنبك؟ يعني هيعمل إيه؟ هل أنتم متأكدين أن هؤلاء الناس ممكن يعودوا لاغتصاب القرية مرة أخرى؟ أم يعني إيه الوضع بالنسبة لكم؟ أنا مش سامع الأستاذة أميرة على فكرة. نعم. تفضلي. هو في أماني موضوع دخول داعش إلى سنجار، هو صحيح عندما دخل داعش إلى سنجار كان هناك في خلايات نايمة داخل سنجار، بعدما دخل داعش إلى سنجار هذول الخلايا النائمة انضموا إلى داعش. إحنا كنا منطقة خان السويس، كان ورانا قرية بها عرب ما عرف هم كانوا داعش، يعني من دخول داعش بداية هم انضموا، مو كلهم، يعني ما أقول كل المسلمين أو العرب اللي عايشين مفهوم طبعا ما أقول إيه، بس في منهم كانوا مع داعش. طبعا اليوم رح نخاف إذا نرجع إلى سنجار يكونوا موجودين، لكن في المخيمات هناك موجودين مسلمين، يعني احنا مثل بيت واحد ما نكرههم. لكن اللي صار في سنجار دخول داعش ومن اغتصبوا البنات ورجعوا، يعني قالوا لهم الا تصيرون مسلمين وتقرون القران، هذه فالشغله تخوف الصراحه. منو يعني رح يتوقع انه يقول اذا يرجعون مثلث داعش ما يرجع الى سنجار؟ طيب خليني أسأل، يعني لو سألت الأستاذ عيسى نفس السؤال، عندنا مشكلة دلوقتي مش بس حوالين يعني البيوت اللي في السنجار أو بلد المكان اللي انتوا كنتوا عايشين فيه، لا ده انتوا بقى عندكم مشكلة كبيرة تانية في مخيم جزعة اللي الآن يقتلوا 101 على الأقل من الدواعش، أو 101 خيمة على ما سمعت، وبيقولوا إنه مخيمات مكيفة وحاجات زي كده، إزاي ده حصل؟ يعني ممكن تقول لنا رؤيتك للأمر إيه كمان؟ نعم استأماني، حقيقة أود أن أعلق على الفيديو بشكل قصير وأرجع إلى سؤالك. أتفضل. طبعا أشكرك. نعم حقيقة يعني بعد حرق هذه الخيم، يعني كان هناك الأيزيديون في طبيعتهم هم مجتمع مسالم وقلبهم على بعض، الأيزيديون يحبون بعض يعني ربما يعني بشكل فريد جدا غير في ما موجود في المجتمعات الأخرى، يعني تراهم وكأن كل الأيزيديين عائلة واحدة. يعني سنجار تبعد عن المخيمات، حتى العوائل يعني هناك عدد قليل من العوائل التي رجعت إلى سنجار، حتى هذه العوائل يعني حينما شعروا أو سمعوا بخبر حرق الخيمات قاموا بجرع المخيمات، قاموا بتبرعات، جمع التبرعات المادية والعينية، كذلك في ألمانيا، في السويد، في مناطق كثيرة. فحضرتك يعني ترين يعني أنه في هذا يعني الأيزيديون يعني متقاربون إلى بعض، يشعرون ببعض، يساندون بعض، فليس من المستغرب أنه يعني تأتي مجموعة من الشباب وتنظف ومجموعة أخرى تساند. طبعا هذا الشيء موجود بين الأيزيديين، حتى إذا كان العالم يعني يصمت أو أنتوا شعب يعني واضح أنكم شعب منتج تحب تعمل حاجة إيجابية، يعني واضح أنه كلكم الناتج منكم اللي شفناهم على الساحة كلكم منتجين وإيجابيين وعايشين ومعضدين لبعض، ويعني ما عندكوش فكرة العار مثلا، دي كانت بنت مغتصبة ما حدش يتجوزها، حاجات زي كده، الأفكار السوداء اللي في العالم الإسلامي والأفكار الرجعية دي واضح أنها مش موجودة عندكم، فيعني دي حاجة بتميزكم جدا فعلا. تفضل. لا أستاذ أمان، يعني الفتوى الكبيرة يعني طبعا شهدت بها سيدة زينب بنغورة التي وقتها كانت يعني ممثلة للأمم المتحدة لبابا الشيخ الأيزيديين رحمه الله، يعني هو توفي في العام الماضي، يعني أفتى باستقبال كل الناجين والناجيات واعتبارهم أيزيديين، وما حصل لهم لم يكن في أيديهم، ويعني تأكيدا على هذه الفتوى واستجابة لها
تزوج الكثير من الشباب الإيزيديين بهؤلاء الضحايا، وهذا شرف وفخر حقيقة. يعني طبعا هذا واجب علينا أن نحتضن ضحايانا يعني بقوة وبعطف. وفيما يتعلق بمخيم الهول، طبعا هم تم الإتيان بهم من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في الموصل. نعم هذه حقيقة لا يخفيها أي أحد، الحكومة العراقية، الأجهزة الأمنية العراقية، الإعلام العراقي، الكل مجمع على أنه هذه عائلات داعش، وبينهم دواعش، وهذا شيء يعني لا، هم لا عائلات يكره. داعش، ده لا نقاش، ده عائلات داعش طبعا. يعني نشوف كل الفيديوهات اللي خرجت من هذه المخيمات، كيف يتكلم النساء، كيف يقول الاطفال المذيعه الغير محجبه هنقتلك، انت راسك عريانه، انت مش محجبه. لا طبعا دواعش طبعا. والستات اللي قاعدين يقولوا سنعود، امال رجالتهم، امال الرجاله بيسيبوا الستات تتكلم؟ لكن طبعا بالطبع دواعش. يعني هذا انه دليل على انه ليس مجرد خوف او شكوك، وانما عائلات داعش عائده، وداعش موجود في المناطق القريبه من سنجار، في مناطق جنوب سنجار، في البعاج، في شمال البعاج. فاذا الجغرافيا التي يسكن بها الايزيديين لسوء حظهم يعني هي حاضنه لداعش نعم ومفتوحه على الجزيره وعلى الحدود السوريه. فاذا عائلات داعش موجوده، هذه المخاوف موجوده، وهي يعني حقيقه هناك معلومات عن وجود عناصر من داعش يتحركون في المنطقة، ويعني يقومون بعمليات بالفعل ضد الجيش العراقي في البعاج وفي أماكن كثيرة قريبة من سنجار. هذه واحدة من الأسباب. طبعا أنا ذكرت يعني أيضا يعني في تغريدة لي على تويتر أنه هذه قنابل موقوتة، عائلات داعش التي سمعنا عنها بسمعة سيئة، شاهدنا عنها فيديوهات في مخيم الهول كما هي يقومون. عادة الإسلام الجهادي، ينتظر حتى يقوى ويعودوا إلى الهجوم مرة أخرى. بدون أدنى شك يعني نعم هم يعني الآن يعني يجمعون أنفسهم، يعني هناك مخاوف من أنه عناصر داعش يهجمون على هذا المخيم ويطلقون سراحهم، وبالتالي يصبحوا هم سند لداعش طبعا ويتكاثر. فإذا نعم هذه يعني خطوة خطيرة جدا، نعم بالإضافة إلى أنه يعني المجتمعات المستهدفة هي المجتمعات الأقليات الدينية، يعني نعم الأيزيديين والمسيحيين. فأنا اقترحت إلى الحكومة العراقية، قلت إذا كان لابد من إعادة هؤلاء، وإذا كنتم يعني تحت مسميات وأغطية إنسانية، فلماذا لا يتم نقلهم إلى محافظة الأنبار مثلا، المنطقة السنية الخالصة؟ نعم لماذا يتم في نينوى؟ ونينوى هي عروس الأقليات، نينوى هي تحتضن كل الأقليات العراقية، تحتضن الأيزيديين، تحتضن المسيحيين، تحتضن الشبك، فالكاكائيين، هذه الأقليات الغير مسلمة التي تضررت وذبحت على يد عناصر ينتمون إلى هذه نعم العائلات. وهو الحقيقة يعني واضح انه ما فيش ترتيب من الحكومة للأمر ده، لكن يعني لو الواحد فكر في حل، تقول لك طب بدل ما انا ببني خيمة، طب ابني لهم مدينة، ابني لهم مدينة، ابني لهم بيوت، ابني لهم مباني يعيشوا فيها. يعني من الممكن إعادة البناء، ولكن كمان الناس في المخيم الحقيقة بعتوا لي فيديوهات بيقولوا دي إهانة لينا، وإنهم يحطوا مخيم الدواعش جنبنا. مش بس تهديد، هي أيضا إهانة وتقليل من الألم اللي مر بيه الشعب الأزيدي، وأنا وافق على ده فعلا. نعم بالتأكيد، يعني نعم حقيقة يعني هذا أكيد استهانة بالدماء التي سالت، استهانة بالأعراض، استهانة بمعاناة هؤلاء الناس حتى من الناحية الإنسانية. يعني كيف تقبل أن يكون المجرم والضحية يعني متساوون، وحتى وربما المجرم يتم التعامل معه يعني بشكل أكبر ويتم دعمه بشكل أكبر، فكيف يعني المجرم والضحية في مكان واحد؟ المفضل أنه يتم يعني انصاف الايزيديين. طبعا انصاف الايزيديين هو باعاده اعمار مناطقهم، هي باعاده يعني هذه المناطق الى حضن الايزيديين، ان نعم يحكموا ارضهم كما يريدون، ان يرجعوا الى سنجار وتكون امنه، نعم تكون لهم قوه تحميها، تبنى منازلهم. نعم هذه الحكومه العراقيه يعني هي قامت بعمليات اعمار كبيره في الانبار، في تكريت، في مناطق اخرى، ولكن لأنه الأيزيديين يعني ليس لهم صوت قوي داخل البرلمان، نعم لأنهم يعني أقلية مستضعفة، فتم إهمال مناطقهم. يعني صندوق، حتى ليس الحكومة العراقية، هي أموال دولية، صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة،
هذا صندوق اشتركت في ألمانيا، اشتركت في فرنسا، اشتركت في أمريكا، اشتركت في الكويت، يعني الدول ليست أموال عراقية، هذه أموال دولية، الناس، العالم، المجتمع الدولي على تعاطف العموم مع البحث. انتوا تستطيعوا، انتوا اللي هتقدروا تغيروا بايديكم وباصواتكم. بس خليني عايزه اقول حاجه، يعني فاضل، يعني بقي عندي فيديو الحقيقه هو مهم جدا بالنسبه لي، لان الشخص اللي هتشوفوه بيتكلم ده النهارده هو حاجي حميد. حاجي حميد يبقى والد الناجيه اشواق. الناجيه اشواق هي معروفه بانها الناجيه اللي مدت ايدها ورفعت راس الراجل اللي كان أسرها وهو قيادي داعشي داعش أبو همام. ما كنتش حابة حتى أقول اسمه صدقوني يعني، لكن هو قيادي داعشي معروف، وكان يجلس أمامها في منتهى الخزي وهو مقيد، وهي واقفة أمامه ومهم لا تتكلم العربية يعني بطلاقة، ولكن هي قالت، مدت إيدها وقالت له ارفع راسك وبصلي، وعبرت عن الألم اللي يعني الحقيقة مش قادرة أتصور شعورها. ولكن خلف الكاميرات كان جالس الحاج حاجي حميد والدها بيبكي وهو بيرى قوة بنته وبيرى مغتصبها وبيرى المشهد اللي حاصل قدامه. ناس زي كده، العينات دي من الناس ممكن تخرج مدمرة، ولكن بالعكس العيلة دي فقدوا 77 شخص لسه ما يعرفوش عنهم، منهم أولاد وبنات لي شخصيا، ولكن هذا الرجل يقف وفي وسط المخيم كإيد عاملة يصلح المكان اللي هو فيه. نسمع رسالته لو سمحتوا. أني واحد من أهالي الضحايا، حجي حميد تعلو صاحب 77 واحد وقعت بيد دواعش الانضال. نحن كمنظمات تولاي باسم ناجيات والضحايا، خلال هذا اليوم جبنا فريق من المنظمة من الناجيات في تنظيف مكان المخيم المحروقة، فقمنا بشكل سريع الذهاب إلى مكان الحدث وإطلاع على أحوال الناس والاحتياجاتهم الوقتية وبدوننا من بعدها تم إجراء اللازم وإيصال احتياجات إليهم وخاص الأطفال الرضع ويحتاجون كالحليب والحفاضات والبطانيات والدواشك. وبدورنا نطالب كل الجهات الحكومية والدولية أو المحلية للقيام بدورهم الإنساني وإيصال المعونات الإنسانية لأهالي الضحايا والمحتاجين، ونطالب UN للقيام بدورهم والأسرى بأعمار مناطقهم شنغال واستبادة الأمان من أجل عودتهم. وإن وقعت بيد داعش أكثر من 7000 واحد، ولا زال أكثر من 2800 واحد باقين بيد داعش. مع الأسف منا الحرق على رأسنا، وبجهة ثانية قام يجيبون منشآت مكيف وينقلون عوائل الدواعش اللي اغتصب بناتنا وقتل أولادنا ويرجعون من سوريا من مخيم هول إلى العراق. وين الإنسانية؟ وين الاحترام الإيزيديين في هذا الدولة؟ نطالب من كل الدول ومن أمم المتحدة بأسرع وقت يدورون أولادنا وبناتنا وأطفالنا ولا زال موجودين في المخيمات في سوريا وموجودين في العراق وموجودين في تركيا. إلى متى نبقى هيجي؟ فنوصل صوتنا لكل الدول وعلى قناة الحياة، خاصة يوصل أصوات هالأخوات وهالضحايا إلى كل الجهات اللي يقدرون يقومون بواجبنا. ومشكورين جزاكم. أمين. دلوقتي ممكن نشوف الـ يعني الصورة ل منظمة تولاي. يعني أكيد
أنا متأكدة أنه الله هيحرك قلوب الكثيرين أن هم يتدخلوا وأن هم يتبرعوا أو أن هم يبعتوا ناس تتكلم مع الناس دي وتشوف عايزين يعملوا لهم إيه عشان يغيروا الوضع تغيير حقيقي. إحنا أمام يعني مشكلة إنسانية كبيرة جدا، وإحنا عارفين مصدرها وعارفين أنه عندهم حق يبقوا خايفين من الدواعش اللي حواليهم، لأنه طول ما هؤلاء موجودين في الأماكن اللي فيها حد هم غير متفقين معاه الخطر ده. فخليني أروح للأستاذة أميرة أطلب منك تعليق أخير يا أستاذة أميرة، وأشكرك جدا على وقتك النهاردة. لو تقدري تقولي لي إذا ليكي رسالة خاصة أو تعليق أخير، تفضلي. أستاذة أميرة؟ أوكي، طيب أنا أسفة الظاهر إنه الخط وقع. خليني أرجع لك أستاذ عيسى. طبعاً هو اتكلم دلوقتي عن مشكلتهم مع الدواعش اللي جنبهم والخيم وكده. عايز أسألك حاجة على موضوع الأزيديات الموجودات داخل المخيمات الداعشية. سمعت منهم أنه مازال هناك مختطفات موجودين جوه المخيمات دي، وانه ممكن يكونوا غيروا بطايقهم وممكن يكونوا خلوهم اسلموا. طبعا سمعنا كتير انه محاولات لاسلمه الازيديات كانت واضحه، وممكن يكونوا مخلينهم مع اولادهم مثلا. في اي منظمات بتدخل المخيمات دي تدور على البنات دي؟ نعم، حقيقه استاذ اماني، موضوع اخفاء المختطفين واحتجازهم يعني هذا وارد جدا، ويعني كان لدينا معلومات كثيره عن يعني خصوصا الاطفال، يعني تم الاطفال يعني في الموصل تم اخفائهم وتغيير هوياتهم الشخصيه، يعني اسمائهم، لغتهم، دينهم، يعني كل شيء. فلذلك كان من الصعب انه يتم التعرف عليهم. وكذلك بالنسبه الى النساء في مخيم الهول وفي مناطق كثيره اخرى، رغم ذلك هناك جهود حقيقه من مؤسسة البيت الإيزيدي في سوريا، وهي مؤسسة يعني تعني بشؤون الإيزيديين في الجانب السوري، وهي حقيقة قامت بمجهود كبير جدا منذ العام 2014 وحررت ما يقارب 900 مختطف من هذا المخيم خلال السنوات الماضية. فحقيقة جهود كبيرة، ويعني هم يعملون رغم الإمكانيات البسيطة ورغم أنه يعني هم يعني لوحدهم، ومع هذا يقومون بجهود كبيرة في البحث. في الجانب الآخر يعني هناك أيضا جهود من قبل النشطاء الإيزيديين في العراق، في دول كثيرة، وكذلك كما ذكرنا في سوريا. وهناك يعني حقيقة المجتمع الإيزيدي بشكل عام يعني هناك يحاول أن يلملم جراحه، رغم أنه يعني الذي حصل هو أكبر من طاقاتنا ويعني كبير جدا. طبعا لكن أنا شايفة فعلا أنه في ناتج للعمل اللي بتعمله. لو اديتنا نقطتين ثلاثة أو رسالة أنت عايز توجهها للمجتمع الدولي، لبلدك، تشجع بيها أخواتك، تقول لنا إيه؟ سمعني أستاذ عيسى؟ أوكي، طيب هو ظاهر أنه عندنا مشكلة في السكايب. يعني الحقيقة يعني مجموعة الرسائل اللي قدمت من الناس اللي بعتوا لنا الفيديوهات ومن الأستاذ عيسى والدكتورة أميرة النهاردة بتقول لنا إن إحنا عندنا مشكلة إن الدولة لم تتدخل، عندنا مشكلة إنه الإسلام محيط بيهم من كل جهة، عندنا مشكلة إنه هناك بنات مختطفات لم يتواصل معهم أحد إلى اليوم، عندنا مشكلة الآن على الأرض إنه في حريق ضخم زي ده، وناس كتيرة جدا محتاجين التعاون الدولي والإنساني معه. أنا عايزة أقول حاجة من اللي قدمناه النهاردة، احنا عملنا لكم صورة من الواقع. إذا كنت هتكلم عن يعني بلسان حال إنسانة مسلمة سابقة، أنا أعلم تماما مصدر هذا الشر اللي بنى هذا الشر والغضب وال
الكبر الغير عادي في قلوب الدواعش اللي علمهم انه ممكن ينظر الى انسان ويبيعه ويشتريه كسلعه، هو الفكر الاسلامي والتعليم الاسلامي، واللي ما زال موجود لحد النهارده حوالين الناس دول وفي قلوب الكثيرين اللي قاعدين كده يعني زي الميه الراكده لحد بقى ما تيجي الموجه وتهزها ويطلعوا لنا بصورة أخرى. يجب أن احنا نعلم ونكون قادرين على أننا نقول أنه هذا ليس فكر الله أبدا، ولا يمكن لقلب الله أن يريد لأبنائه وبناته أنهم يعيشوا هذا الألم، وتكون طفلة بتقول أنا عندي الخيمة قصر بس أعيش فيها في أمان، أنا عندي أكون في وسط أهلي ولأني أبقى مقصورة أنتهك وأباع وأشترى بهذا الشكل. دول آلاف من الأطفال اللي عاشوا ده واقعيا فعلا كصورة حقيقية للإسلام، لا نستطيع أن احنا نبتعد عن ده. أنا بشكر الرب أنه المجتمع المسيحي بيجتمع في مساعدة الناس دول، وأنه سمعت شهادات النهاردة أنه المساعدات الحقيقية والصلوات الحقيقية والتعاطف الحقيقي بيجيهم من المسيحيين، لأنه قلب المسيح هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيعمل فينا كده فيخلينا متعاطفين مع الآخر. النهاردة رنت في ودني كده آية وفي قلبي بتقول إيه، يعني قفوا وانظروا، أنا الرب، أنا الرب، انتظر. كل واحد ما زرعه الإنسان إياه يحصد، ولكن أيضا الرب يعتني بيكم في هذا الموقف. اي حد عايز يتواصل مع كل الضيوف اللي كانوا عندنا النهارده في الفيديوهات او على الهوا، من فضلكم تقدروا تتواصلوا معايا وانا اوصلكم بيهم علشان تقدروا تستضيفوهم او تكونوا صوت ليهم او تكونوا عاملين معاهم او توجهوا لهم يعني مساعدات مباشره. احنا بنصلي كفريق انه الله يضع نهايه لهذا الالم اللي بيمر بيه هذا الشعب. انا هصلي من اجلهم الان يا رب، احنا بنضع هذا الشعب امامك كل احتياجاتهم. انت يا رب اغنى من الكل وافضل من الكل واحن من الكل، اسالك انك تتواجد في وسطهم اليوم، وانك تحل بروحك في وسطهم اليوم، وانك ترسل معينين كثيرين حولهم يا رب. احنا بنطالب امامك بحق هؤلاء، وانت الاقدر على اعطائهم الحق. احبائي انا بشكركم لحضوركم معانا النهاردة، بشكركم كمان لأنكم هتشاركوا الفيديو ده مع ناس يقدروا يساعدوا مساعدات حقيقية، بشكركم كمان لأنه المسيح اللي قاعد سمعني النهاردة هيبقى عارف أنه دوره أنه يحب جاره بصورة عملية ويقدم محبة المسيح بصورة عملية وفي صورة صلوات وتعاون وكل شيء، لأنه ده اللي بيعمله الله في قلبك. بشكركم مرة أخرى، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجكم المرأة المسلمة، والحلقة القادمة أيضا ستكون صوت من العراق.